النهارده كان في المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مع مدبولي مع يمكن اطراف الصفقه الاخيره اذا صح الكلام. ومعانا على التليفون سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بيك يا سياده المستشار ومبروك على المهمه الجديده زي ما بيتقال. الله يخليك يا فندم، ألف شكر، كتر خيرك. محتاجين الأول نعرف شوية تفاصيل، يعني حجم الصفقة. بعض الجرايد كتبت 800، البعض كتب 860، البعض كتب 880، هي الصفقة حجمها قد إيه؟ الصفقة يا فندم، المستهدف من الصفقة هو زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. عظيم جدا، 800 مليون دولار في اطار السبع فنادق دول. بالظبط يا فندم، مظبوط. زياده كده نسبه الاستحواذ وصلت لكام في الميه؟ نسبه الاستحواذ بنسبه 39%، مع الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحيه ستساهم بنسبه 39% مع الحق في الاكتتاب في زياده راس المال للوصول لحصه 51%. يعني هيبقى لها حق اكتتاب للوصول الى الحصة الحاكمة 51%. ال51%، لكن الى الان وقبل الاكتتاب فانه 39% مع المستثمر، والبقية اللي هي تقريبا 61% مع الدولة. بالظبط يا فندم، لانه الشراكه هي ما بين صندوق مصر السيادي وشركه ايجوس وشركه مجموعه طلعت مصطفى القبض. عظيم جدا. طيب السؤال، حق الاكتتاب ده معناه انه هيحصل اكتتاب مفتوح في البورصه ولا اكتتاب مغلق؟ يعني التفصيل بطبيعة الحال من الممكن أنه يتم تحديد المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة على عدة مراحل تنفيذ الاتفاق، لكن إن شاء الله سيتم إتاحة المزيد من التفاصيل. إجمالا يمكن القول الآن أنه الغرض الأساسي هو زيادة التمويل وضخ المزيد من رأس المال بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. يعني هذا المبلغ 800 مليون دولار هيعد ضخهم داخل السبع فنادق دول؟ بالظبط يا فندم، هو الفكره هي انه تم الجوهر الاتفاق انه صفقه بمثابه صفقه سيتم دخول مستثمر الاستراتيجي كما ذكرت اللي هو الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحيه ايكون، اللي هي احدى شركات التابعه لمجموعه طلعت مصطفى القبض. ستدخل كمستثمر استراتيجي في ملكيه شركه ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحيه. كويس. اللي بتضم 7 الفنادق التاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كويس جدا. هل يعني الحصة بتاعت أيجوث والحصة بتاعت الصندوق السيادي هل هي عبارة عن أسهم موجودة أيضا في البورصة ولا هي حصص غير موجودة؟ يعني هل هي شركات مساهمة ولها أسهمها المتداولة ولا لا؟ هي هيتم توزيع هيكل الملكيه من ما بين شركه هيكل الملكيه في شركه ليجاسي اللي تم تاسيسها كشركه للمشروع، تم تاسيسها حديثا شركه للمشروع، وهيساهم فيها ايضا صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرع للسياحه والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، وشركه ايجوس فيما ستساهم كما ذكرت شركه ايكون بنسبه 39%. إذن هي ستكون شركه مساهمه ما بين او شراكه ما بين الاطراف المختلفه. طب هنا بقى دي حاجه مهمه لانه ما كانش ده واضح يمكن واحنا بنقرا الخبر. انا كده عندي 39% دي اللي تم التخارج منها ودي اللي خدتها مجموعه هشام طلعت مصطفى، صح كده؟ دي بالظبط. ايوه يا فندم، دي بنسبه 39%. حلو. وكما ذكرت مع الحق في الاكتتاب في زياده راس المال. لكن ال 61% المتبقيه دي هتبقى شركه ايكون اللي هيبقى فيها الشركه بتاعت طلعت مصطفى زائد شركه ايجوث زائد الصندوق السيادي. بالظبط يا فندم، هي شراكه ما بين الاطراف المختلفه كما ذكرت، وسيحق الشركة طلعت مصطفى المساهمه بنسبه 39% مع زياده الحق. طيب سؤال بقى،
اتفضل سيادة المستشار كمل يا فندم. لكن هي النقطة الأساسية فندم اللي عايزين في الحقيقة نوصلها للساده المشاهدين هي أنه الفكرة الأساسية للطروحات أن هي كما ذكر دولة رئيس الوزراء اليوم أن هي تهدف لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة عائدها، وهناك وفكرة الطروحات نفسها بتأتي في إطار عملية إصلاح شامل للاقتصاد المصري. يعني دولة رئيس الوزراء أكد اليوم على أنه عملية الطروحات هي بتأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتهدف للتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وانه الدوله المصريه حريصه على القيام بالاصلاح بغض النظر عن الاوضاع الاقتصاديه الحاليه او الاوضاع السياسيه سواء على المستوى الاقليمي او الدولي. هناك التزام ثابت على الدوله المصريه بالقيام بعمليه الاصلاح الشامل، وبالتالي عملية الإصلاح سيكون لها العديد من الفوائد. أول حاجة بطبيعة الحال أوضح دولة رئيس الوزراء أن الطروحات المختلفة حققت من خلال التخارج سواء كليا أو جزئيا من 14 شركة حتى الآن ما قيمته 5.6 مليار دولار. أوضح كمان دولة رئيس الوزراء أنه عملية الطروحات بيتم التعاون فيها مع مؤسسة التمويل الدولية باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الاستراتيجي للحكومة في مجال الطروحات، وبالتالي أنه مؤسسة التمويل الدولية درست وضعية الـ 14 شركة وهناك المزيد من الشركات الأخرى الجاري دراستها وإعداد دراسات بشأنها لطرح مزيد من الشركات 50 شركة أخرى، مع التأكيد على أنه إحنا نحن نتحدث عن 4 مجالات أساسية أو 4 قطاعات أساسية اللي هي المطارات، الاتصالات، البنوك، التأمين. طيب هنا بقى نقطة مهمة جدا في مسألة المطارات، هل بدأ بالفعل التقدم بعروض على مسألة إدارة المطارات؟ يعني مازال الوضع حاليا مازال الوضع خاضع للدراسة، وبطبيعة الحال عندما يكون هناك قرار معين فيما يتعلق بأي مطارات أو أي مشروعات أو قطاعات أخرى سيتم إعلانها مثل ما تم اليوم. لكن المؤكد أنه الهدف من سواء المطارات أو القطاعات الأخرى هو نقل الخبرات وتطوير كفاءة الإدارات ونقل أحدث أساليب الإدارة على المستوى العالمي إلى القطاعات المصرية وتحقيق نقلة نوعية. لأنه هنا حضرتك في نقطة مهمة أنه الطروحات كما ذكرت بتهدف ليس فقط لزيادة كفاءة أصول الدولة وزيادة العائد منها، ولكن هناك أيضا فوائد أخرى متعلقة بزيادة التوظيف، زيادة العائد الضريبي من خلال زيادة أنشطة تلك الأصول، وبجانب طبعا جذب استثمارات أجنبية. يعني جذب استثمارات أجنبية ده سيعود على الدولة بفوائد كثيرة، وكما ذكر دولة رئيس الوزراء أنه حتى الآن من خلال 14 شركة استطاعت الدولة تحصيل 5.6 مليار دولار، بجانب انه المشروع اليوم انا كما ذكرت سيتم ضخ فقط من مشروع اليوم خلال الفتره المقبله خلال الاسابيع المقبله 800 مليون دولار. طيب عظيم جدا، معلش انا هاثقل عليك شويه يا سياده المستشار، وفي مساله حضرتك قلت زياده فرص التوظيف، ده هنا هيخليني اسال، هذه الاتفاقات وهذه الطروحات هل فيها بنود تحافظ على حقوق العاملين في المنشات؟ يعني ساعات بيحصل انه يجي يخش مستثمر خاص ويجي يقول لك والله بص بقى انا العدد ده مش عايزه، فانا هروح منه 10% 5% 2% زي ما يطلع، هل لدينا اتفاق بخصوص حقوق العاملين في هذه الشركات؟ يعني حضرتك من الاتفاق بطبيعه الحال سيتم تنفيذه خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله، وسيكون هناك اتاحه المزيد من التفصيل، لكن انا اؤكد لحضرتك انه الامر هو شراكه ما بين القطاعين الحكومي والخاص،
وبالتالي من المؤكد أنه سيكون هناك مراعاة بطبيعة الحال لأوضاع العاملين، والغرض كما ذكرت هو تطوير ورفع الكفاءة. فإن شاء الله يعني كما ذكر دولة رئيس الوزراء، نحن نأمل لتحسين وكفاءة إدارة المنشآت وبالتالي تطويرها وإدارتها على الأسلوب الأمثل إن شاء الله كما نأمل جميعا. ده كلام كويس. أنا بقول الكلام ده ليه يا ست مستشار برضو، يعني علشان حتى يعني حضراتكم تبقوا فاهمين المنطلق بتاعي لما بتكلم في حاجة زي كده. أنا لو أحب لأحد أن يصطاد في ماء عكر، علشان أنا مش عاوز الكلام يبدأ يطلع عند شوية أبواق موجودة في الخارج ويقولوا أصل لما هتتعمل الطروحات أو لما تتمم الصفقات فده هيضر بحقوق العاملين ويخلقوا بؤر احتقان ملهاش أي لازمة ولا أساس لها، يعني عن طريق كلام لا أساس له من الصحة. لهذا أنا أهم حاجة عندي إن أنا أخد تأكيد يقيني بس. إن شاء الله يا فندم، يعني كما ذكرت لحضرتك هو عملية التقييم والطروحات بتتم من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي بتتم على أعلى مستوى من الدقة وبأسلوب علمي بيراعي بطبيعة الحال المصلحة الوطنية. ومن المؤكد أنه سيكون هناك تطوير كما ذكرت في إطار شراكة، يعني دي نقطة مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أن الأمر يتضمن تعزيز شراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص. حلو. وبالتالي إن شاء الله يكون هناك لا يوجد أي تخوفات، وإنما الهدف هو زيادة وكفاءة تلك المشروعات وضخ أموال واستثمارات أجنبية فيها. أشكرك جدا سيادة المستشار، كل الشكر سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. طيب.